تحت امرك تحت امرك. جنب العم عاوزك تبعت حد من الغفر يروح يصحي علوان اذا كان نايم ويقول له ان عاوزه ضروري. امر جناب. استنى يا بنت شوف العربيات اللي هتنزلنا الكفر جاهزه ولا لا. حاضر يا سيدي. استنى بعد ما تخلص كل ده بتشوف البنات اللي بيوضبوا زوات الحجاج خلصوا ولا لا. حاضر يا سيدي. صباح الخير يا ابو العمده. صباح الفل. صباح الجمال. انا كنت فاكر اني اول واحد صحى في البيت ده النهارده. ما انا اصلي ما جاليش نوم يا ابو العمده، ومش الليله دي وبس، كل ليله من يوم ما رجعت البلد اجي من الليل لليل والاقي النوم طار من عيني. وايه اللي طير النوم من عينك يا ولد؟ مفيش حاجه، وجايز في مليون حاجه، بس متهيألي اكتر حاجه واكله دماغي هي قلقي وخوفي عليك يا ابو. على يعني حاسس انك مش صاحي لنفسك، ومش كفايه ابا انك رايح جاي في البلد بطولك وبالكتير جاوي واخد شرف وراك؟ طب لو شرف قدر يحمي ظهرك، مين اللي هيقدر يحمي صدرك؟ بالك اني مش هقدر، مش هقدر اشوف اللي مترصد لي وبيقطع الطريق من قدامي. يعني ما ينفعش اكون عمده ولا شيخ غفر حتى. ما هو اللي هيترصد لك مش هيواجهك، واللي ضربك بالنار انت والحج عزام والحج عبد الخالق ما شفتوش. صحيح يا شاف، انت عندك شك في مين؟ انا ما عنديش شك يا ابو، انا عارف ومتاكد. وساكت ما بتقولش؟ او بصراحه يا ابو الكلام في الموضوع ده يبقى خيبه من واسعه. ديتها ايه يعني؟ البوليس هيجيبه ويستجوبه، هينكر ومفيش دليل، يفرجوا عنه ويرجع الزاوية نفش ريشه. يرجع الزاوية؟ يعني انت قصدك واحد من سخاوية الزاوية؟ ومش اي واحد كمان، ده بكر السخاوي بعينه. معقولة؟ بعد العلقة اللي لبسناهم فيها الطرعة؟ هو عشان العلقة دي بالذات يا بلعوم ده، ما هو مش ممكن تعمل اللي عملته فيهم وتكرشهم من ميت السخاوي وينسوها لك. ولو عباس طلع عاجل وخدها من قصيرة، بكر ما هواش عاجل وعمره ما هياخد حاجة من قصيرها، وحاطط في دماغه ان عباس وطريقته هما السبب في كل اللي بيحصل. ولو قدر ياخد بالطر من فتح الله الحسيني ذات نفسه هيشفي غليله ويبقى على في نظر اهله، ويبقى الكبير اللي يقدر يركن عباس على جنب. اول مره لقيك بتفكر في احوال بلدك. لو ايه بتفكر صح كمان. يعني هتقف جاري وتساعدني لما ترشح في الانتخابات اللي جايه؟ الانتخابات؟ ده انت قزحت قزحه كبيره قوي. احب علي استغفر الله. استغفر الله. انت مش عارف مين اللي مترشح على الدايره؟ عزام بيه. نسيبك. ايوه انت تقدر تقف قدام عزام بيه وتصد معاه؟ بعون الله وبوقفتك معايا. ايوه ولا بس العيله مالها العيله يا ابو العمده؟ انت لما تقف قدام عزام بيه هتقسم الحسينه نصين، والحسينه يعني بشنين اقلوا سوالم هتبقى في ناحيه والعرفانيه في الناحيه الثانيه. الدايرة مش حسينة وبس يا ابو، فيها سخوية وفيها أهالي العزب والكفور اللي في الزمام. أيوه ولا بس دول مش متقيدين في جداول. سلامات يا جداول. لو أنت ما عرفتش إن عزام بيه واللي شغالين في الأبعدية بتاعته عملوا زي بتوع الوفد لما لفوا على بر مصر كله عشان يجيبوا توكيلات لسعد باشا، هما كمان عملوا زيهم، بصموا أهل الزمام ومضوهم على توكيلات تخليهم يتجيدوا في كشوف الانتخابات. هو عمل ده كله امتى؟ المفروض ان كبارات العيله نجتمع عشان نتفق على مرشح واحد. ايوه طب ما احنا فيها اهو يابا. خلاص سيب لي الحكايه دي، اروح اوصل الحجاج لغايه السويس وبعدين ارجع اجتمع بيهم ونشوف حل الموضوع ده. بس الاول نفذ اللي كنت ناوي عليه مع اللي ضربوا عليك النار. انت عرفت منين اللي في نيتي يا ولد؟ حفظك وجريك يا فتح الله يا اخويا.
ولو اديتني كلمة أنا مستعد أقول لك على في نيتك، بس تقولها لي. هقولها. اتكلم. أنت من الأول كنت شاكك في حد من السخوية وكنت ناوي تروح. خلاص. قفل على العالم.